إلى المرور، حيث قال المقدم محمد البنداري مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة إن حركة المرور انتظمت على معظم الشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم، ولا توجد إخطارات غير عادية على معظم المحاور. وأضاف أن كوبري أكتوبر المتجه لمناطق شرق القاهرة ومصر الجديدة شهد بعض الكثافات المتوسطة والمتحركة، خاصة بالوصلة المعلقة أسفل ميدان رمسيس. لمزيد من التفاصيل بتنضم إلينا الزميلة هالة أنديل من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور في رابعة العدوية. إليك هالة، تفضلي. نعم محمد، أرحب بك. تغطيتنا من داخل مقر غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، نرصد الحالة المرورية بشوارع وميادين ومداخل القاهرة الرئيسية، وأيضا سنقف على حالة الانضباط المروري بمختلف شوارع القاهرة في سابع أيام شهر رمضان. معي من داخل غرفة عمليات المرور النقيب مجدي حشيش مشرف غرفة عمليات المرور. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة الحياة الآن. في البداية عايزين نتعرف على الحالة المرورية، هل هناك أي حركات غير عادية، حوادث أو إعطال أو أعطال؟ أهلا بكم في الإدارة العامة للمرور وتحياتي للسادة المشاهدين. الحمد لله الأمور النهاردة هادئة جدا على غير المعتاد. يمكن النهاردة الأربع ما عادة ما بيشهد بعض الكثافات، ولكن احنا الحمد لله فترة الذروة الصباحية عدت بخير وسلام. الحمد لله ما كانش فيها أي معوقات مرورية أو أي تأثيرات على الحركة المرورية داخل مدينة القاهرة وفي الطرق السريعة المؤدية لمدينة القاهرة. يمكن كان عندنا الطريق الصحراوي، الطريق الزراعي القادم من مناطق الوجه البحري عادة ما بيشهد بعض الكثافات الصباحية، وخاصة في مناطق اليوب وحتى أسفل الدائري. النهاردة الحمد لله كانت الأمور طبيعية جدا، خدماتنا كانت متواجدة، الأمور يمكن أقل من المعتاد، وده واضح حضرتك على الشاشات خلفنا. احنا الآن استعداد لفترة الذروة المسائية، الأمور تكاد تكون يعني هادئة جدا على معظم المحاور، الكثافات تكون متوسطة في بعض المناطق نتيجة لتجميع الإشارات فقط. يعني الأماكن اللي فيها إشارات تقاطعات مهمة زي صلاح سالم العروبة، أي تقاطعات مهمة فيها إشارات رئيسية دي بتشهد بعض التجميع البسيط، مجرد ما الإشارة بتفتح بتعود الحركة المرورية لسيولتها على كافة المحاور. نعم، يعني كانت الإدارة العامة للمرور قررت إن هي هتمد ساعات العمل بوحدات المرور المختلفة للساعة 5 مساء، هل في أي قرارات أخرى اتخذتموها لمساعدة المواطنين على تسهيل أعمالهم خلال شهر رمضان؟ هو إدارات المرور بشكل عام يمكن خدوا قرار، إن أخذنا قرار إن تستمر أو نمد العمل في وحدات المرور تسهيلا على السادة المواطنين، اللي بيبقى في رمضان خاصة يعني تعذر نزول بعض المواطنين في الصباح الباكر، فمدينا العمل تسهيلا على السادة المواطنين في هذه الوحدات. الأمور بتسير بشكل طبيعي جدا، العمل في الوحدات لا يشهد كثافات معتادة، أيضا الإقبال على الوحدات المختلفة يكاد يكون متوسط، ما بين متوسط وخفيف، نظرا برضو ل يعني الصيام وتأثيره على السادة المواطنين. بما أننا في شهر رمضان، يعني نرجو من حضرتك تقدم نصائح للمواطنين للقيادة على الطرق خلال هذه يعني هذا الوضع من صيام وحرارة من الطقس. يعني هو بشكل عام طبعا الاجراءات المعتاده اللي بياخدها اي قائد طياره بيقود مركبه في بدايه اي رحله، الاطمئنان على المركبه نفسها من حيث دوره المياه، دوره التبريد، ودوره الاضاءه اذا كان هيكون سير ليلا. المركبه مهمه جدا الاطمئنان عليها قبل القيام باي رحله. القياده نفسها بقى عشان تكون امنه لازم التزم بالهدوء، يمكن ما يخرجناش الصيام عن تركيزنا او يعني يستلزم مما يعني بعض المواقف بتأثر على نفسيتنا شوية، تخلينا عصبيين إلى حد ما، خصوصا في أجواء الحارة اللي احنا بنشهدها هذه الأيام. فأرجو من السادة قائد السيارات ومستخدمي الطرق الهدوء أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوز السرعات المقررة، وإحنا بنطمن الجميع أن احنا موجودين على كل الطرق بكل خدماتنا، وخدماتنا يمكن بتنزل في شهر رمضان بداية من الساعة 12 بشكل مكثف على كافة الطرق. يمكن الإدارة العامة للمرور قامت بتعزيز الخدمات على كافة المحاور الخاصة بالإدارة، طريق الصحراوي، طريق الدائري، طريق الزراعي، طريق الدائري، جميعه بيشهد تعزيز كامل لهذه المناطق، وخاص للمناطق اللي كنا متعودين بنشهد فيها كثافات. يمكن حالة منطقة أعلى الزراعي التابعة للإدارة العامة للمرور
ده الطريق الدائري تقاطعه مع اعلى الزراعي. احنا شايفين بيشهد سيوله تامه. ده لسببين، السبب الاول تواجد الكثيف للخدمات، السبب الثاني ان في اطار تنفيذ توجيهات السيد اللواء الفاضل وزير الداخليه بالقضاء على المواقف العشوائيه في جميع مناطق الطريق الدائري، السيد اللواء سعيد طعيمه مدير الاداره العامه للمرور قام بتنفيذ بعض الاجراءات التي من شانها ان شاء الله ان هي بتسهل الحركه المريه. من هذه الاجراءات عمل حارات تخزين، يمكن انشانا 9 حارات تخزين في الاسبوع اللي فات وبدات العمل بها من اليوم. هذه الحارات هتستقبل المواطنين والسيارات اللي هتقوم بتركيب هذه المواطنين. قبل كده كانوا بيقفوا بشكل عشوائي بيأثر على الحركه المريه بشكل يعني كبير جدا. الان بنشهد سيوله مريه تامه في هذه في احدى هذه المناطق نتيجه للاجراءات اللي تم عملها من جانب الاداره العامه للمرور. بشكرك شكرا جزيلا النقيب مجدي حشيش مشرف غرفه عمليات الاداره العامه للمرور. كنا معك محمد من غرفه عمليات الاداره العامه للمرور، وهذه هي الصوره، واليك مره اخرى. شكرا للزميله هاله انديل من غرفه عمليات المرور القاهره، شكرا جزيلا لك.